الحاجة اللي تتعلم مستنتجة اللي تدركه. لا أنا لما قلت لك بالانس بولينير هاد أقصد فيه مثلا هذول مشاكل التوازن الموجودة زيها زي لو أنت معك كتاب والكتاب هذا قدك عارف إنه رياضيات أو فيزياء فتحطه بالرياضيات أو الفيزياء، حالات مستقرة، الحالات اللي تسمى متوازنة. الحالات الغير المتوازنة الغير المستقرة مثلا ما أجيب لكش، ما أعطيكش الكتاب ولا اسم المؤلف ولا إيشو، أجيب لك بس الكتاب وأنت اقرأ محتواه وعلى أساسه قرر هو بأي مكان. فإذا أنت طرحته بالمكان المناسب صحيح ريورد، إذا ما طرحتش بالمكان الصحيح معناته لا إعادة تدريب. إيش إعادة تدريب؟ ارجع اقرأ محتوياته مرة ثانية وحاول تخمن مرة ثانية هو إيش من كتاب. وضحت يا رابع؟ واضح؟ طيب حلو. الآن أنا وصلى اللهم وبارك، بحاول أتوقف لهنا بمحاضرة اليوم، الباقي إن شاء الله بناخذها الأسبوع القادم على نفس الموعد. طيب إلى الآن قبل ما أغلق السيشن، في أي شيء مش واضح أو أي سؤال أو أي حد يحتاج يعني مثلا انه بيتطرق لاي شيء بالموضوع او انه يشاركنا باي شيء او حاجه مثلا شافها بالحياه العامه لها علاقه باللي اخذنا اليوم وحابب يتطرق لها؟ على فكره كل مشاركاتكم هذه انا يعني كل ما شاركت كل ما يعني في معك درجات للمشاركه اكيد، فا او يعني انت شارك طلع صح او غلط نحن بنصححه. في حد حابب يشارك باي شيء باللي احنا تطرقنا لليوم؟ هاي يا سنة رابع. طيب دكتورة الآن جالسين بالشات بخصوص وقت المحاضرة، ما له وقت المحاضرة؟ إذا حابين نغيره، في البعض يطالب بتغيير وقت المحاضرة. ها لا، مش يعني وقت المحاضرة وإنما اليوم. اليوم؟ اليوم طيب طيب شوف بقول لكم، اليوم حاليا ممكن اغير لكم اليوم بس مش الان، لانه الان حاليا انا مضغوط. انا بالبدايه لما سالتكم على اليوم وحددنا انا ضبطت جدولي على اساس يوم الخميس، فخلوني يمكن الان امشي لكم هذول الاسبوع لانني جدا مضاغط فيه بالاسبوعين هذا، وبعدين ممكن عادي ممكن حتى نخليه يوم السبت، بس مشغوله بالايام هذول حاليا. حاليا يمكن اغير يوم ثاني بس مش هذا الان، حاليا جدا مضغوط فصعب جدا اني اغير لكم اليوم. الميعاد عادي بس اليوم صعب لأنكم ما تكلمتمش من قبل، كنتم كلمتوني من قبل قبل ما أضبط جدولي كنت عادي بغيره ما فيش عندي أي مشكلة، بس حاليا مضغوط فيمكن بعدين حتى أرجع لكم هو يوم أحد ما عنديش أي مشكلة. أنتم ليش إلا اليوم يا ندى؟ ليش إلا اليوم يعني؟ ليش تشتغل يعني أي يوم ثاني غير الخميس ولا كيف؟ أيوة، أصلا يا دكتورة يوم وتعبت معانا الخميس محاضرة أنا بالصباح. روحت البيت نظرت ما عنديش وقت. أها طيب إيش الأيام الثانية مثلا؟ الأحد كيف الأحد مثلا؟ حلو. عادي عادي أي يوم غير الخميس. طيب الآن مبدئيا هذون الأسبوعين خليني بس ذكروني بالموضوع تمام، بس حاليا حاليا هذون الأسبوعين جدا صعب، فخليني بعد ما أعدي هذون الأسبوعين أشوف ذكروني بس الميعاد وبعدين تاني ما عنديش مشكلة، بس لأنه أنا مضغوط فيه وأنا حس وأنا انضغطت بجدولي بعد ما ضبطت لكم جدولكم أنتم. خليني بس اكمل انضغاطاتي لانه حتى كذا كذا انا عاد احتمال اطلع عدن فالدنيا كلها عاد مكركب، فخليني على بال بس ما اضبط وضعي وبعدين اقول لكم ان شاء الله. خلي اسبوعين هذا يعدوا، بعد الاسبوعين ذكروني بعدين نختار اي يوم نحدد اي يوم. تمام طيب واصل. طيب طيب تمام. في اي شيء ثاني غير؟ طيب الان يا ريت بس لو احتياطا الناس الحاليين الموجودين يكتبوا اسمائهم على الشات. دكتورة، بخصوص الداتا سيت في البداية لما سألتك، ها إذا هي ماشي، قصدي ما كانش منعدم تماما، إذا هي كانت قليلة وما بقدرش أتأكد من صحة بياناتي، بهذه الحالة كمان أوقف عن العمل على المشروع أو الشيء اللي أنا لا جالس أسويه؟ شوف، بهذه الحالة لك حالتين. ابدأ أول شيء تحقق من مصدر الداتا، حتى لو كانت قليلة تقدر تعمل سامبل عادي، يعني يمكن أنت مبدئيا بالسامبل اللي عندك تبدأ تشتغل فيه المشروع وتضبط، بعدين ترجع تطوره مع السامبلز الثاني عادي، ما أقول لكش تكنسله، بس تأكد من مصدر الداتا هل مصدر موثوق ولا لا. وكمان في معك حاجة ثانية يا وسيم، يمكن الداتا مش عندك الآن ولكن
احيانا لما ما تكونش بالظبط. عندك انت يمكن تقلب الداتا من مكان ثاني، يعني يمكن انت تجمعه، فاذا كان في امكان انك تجمعه ورخيصة وتقدر تجيبها عادي، ممكن تعمل انت الداتا ست حقك. لكن كمشاريع تخرج ما انصحكش، لانه مشروع التخرج انت معك نص ترم، ماذا عاد بتلحق؟ فلو كان معك داتا اوكي، بس انا اكلمك بشكل عام، لو انت غير مشروع تخرج، لو انت بمشروع تخرج لا تكون جاهزة وكاملة اشتغل عليه، غير مشروع التخرج اذا كانت مش موجودة لا تشتغلش. لو انت قادر تجمعه من نفسك حتى لو مش موجودة اشتغله، ولو موجودة تأكد من مصدره. وضحت؟ واضحة دكتورة، لكن شوفي مثلا معي عدة داتا سيت قدامي، تمام؟ هل أروح للداتا سيت اللي قد اشتغلوا عليه الناس من قبل مثلا ك 7 سنوات 9 سنوات، أو إلا لو نزلت داتا سيت جديدة من مصدر موثوق وأروح أستخدمها؟ إيش برأيك إيش لا الأفضل، أستخدم يعني اللي نزل قريب أو إلا اللي قد له فترة؟ أنا تفضلي بالنسبة دكتورة. لي، أوسم بهذه أروح أشتغل الناس اللي أنا بشتغل شغلي على الاثنين، وأعمل مقارنة ما بين القديم والجديد. بغض يعني النظر على البارامترات، صح، بغض النظر بغض عن صحيح الليبل، بغض النظر. صحيح عاد يا ليت لو كانت قديمة جديدة تطلع شغل بالمقارنة، يا سلام. تمام. أروح كثير للحاجات اللي تم، أنا قصدي مش الشغل المنافسات وكذا، أنا قصدي كمان الشغل اللي هو كان على الأبحاث، أعتمد عليه كثير، صح؟ ايوه. ليش انا اقول لك القديم؟ لان القديم انت شغلك بيوريك انه شغلك تمام ولا مش تمام، فعلى اقلها انت تشتي شغلك. ما ينفعش تجيب حاجة من زمان قد جابوا حل احسن منك وانت تقوم الان تعمله، لا، المفروض يكون على الاقل ازيد منهم بحبة، فانت تقارن حقك مع اللي هم عملوه، فاذا كان احسن بعدين تطوره على الجديدة، يعني تنطلق خلاص قد عديت الستيب سايد. يعني ايش معناته؟ اني بمجرد اني جبت احسن من الناس اللي قبلي، لانه معناته قد تشتغل على داتا وتجيب بيانات الناس اللي قبلك قد يشتغلوا احسن منك، فانت ضبط انه حقك الجديد احسن منهم وبعدين تنطلق على الجديدة، لانه قد تكون نفس التكنيك اشتغلتها على نفس الثنتين الداتا ست. فاهم لك قصدي؟ وسيم وصلت طيب يا الفكرة؟ دكتورة شوفي، أيوة وصلت الفكرة. طيب بخصوص المساهمات، هل في طريقة أخرى للمساهمة غير أن تعدلي أو تطوري بالموديل أكيد رياضيا؟ أكيد أكيد، اعمل الموديل أنت من نفسك أكيد. مش كل الأبحاث يقول لك بروح أجمع وأعدل، لا 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 لا، يمكن أنت تعمل موديل خاص فيك، ليش لا؟ بس هذه مراحل متقدمة، يعني حتى أصحاب الماجستير مش بهذيك القوة، يعني يمكن بعد ما يعدوا فترة، يمكن بالدكتوراه نادر ما تحصل الناس بالماجستير هو اللي يعمل الموديل من نفسه، يعني بيجي الماجستير كده يعدل، لكن الدكتوراه ينطلق بعدين يعمل اي موديل عادي. بس الان كمشاريع تخرج لا، انت تكلمني عن مشروع تخرج ولا ابحاث سابق بعدين؟ الكل يعني بغض النظر، هل لا هو لا، يعني بغض النظر شوف عن الغرض. مشاريع التخرج يمكن تشوف حاجه جاهز تطبقه، هذا مشروع تخرج، يعني حتى لو حد عمل شو اللي عمله وطبقته يعتبر مشروع تخرج عادي. الماجستير أحيانا يجي يشوف من كذا كذا، يجمع ثنتين، يعمل ثنتين، يصلح حاجة جديدة من حاجة موجودة. الدكتورة لا، عمل حقك الموديل الجديد، لأنه قد تكونت معك فكرة كبيرة. وضحت؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء خليني الله. حلو. طيب خليني أشوف اليوم الأسماء اللي انكتبوا. وسيم سعيد، سونا صلاح، شذا أحمد، نوال طاهر، أسماء وهيب، غدير محمد، لميس علي، فؤاد بليغ، ندى محمود، ملاك منصور، مروة حميد، أبو بكر عبد الله، عهود عارف، خديجة دمك، ومالية محمد، ريهام محمد محمود، هيبة فؤاد، محمد أحمد، محمد منصور، ذو الكفل، عهود وعبد الملك ومنار. طيب حلو جدا. هذا خلاص الآن ما فيش أي شيء قبل ما أغلق المحادثة، لأنه خلصنا كل شيء المحاضرة اليوم. نغلق؟ إذا إن شاء الله أشوفكم على خير بنفس الموضوع، يعني بنفس الأسبوع، ولا قلت لكم ذكروني بعدها عشان نحدد الوقت لو في وقت ثاني مناسب. أشوفكم على خير، في أمان الله.